أكثر حول أسواق العملات. أهلا بك مارك معنا. نبدأ من اليورو، وبعد قرار البنك المركزي الأوروبي في رفع برنامج شراء الأصول 500 مليار يورو، وكان قد يعني خفض من توقعات التضخم نوعا ما، النظرة المستقبلية لا تبدو متفائلة، مع ذلك اليورو يرتفع. كيف ترى ارتفاع اليورو اليوم؟ Yeah, it's a very testing time for the euro and sterling. هذا وقت عصيب لليورو والاسترليني، والسبب في ذلك هو مفاوضات البريكزيت والتطورات الحاصلة. يبدو أن هناك عناوين إخبارية متناقضة، ونجد التذبذب في اليورو والاسترليني وزوجهما. هناك الكثير الذين لا نعلمه بخصوص البريكزيت، لكن نعلم أنه كان هناك اتصال هاتفي، وذهب جونسون إلى الاجتماع برئيسة المفوضية الأوروبية، وعلمنا الليلة الماضية أن هناك تفاهما لموقفي الطرفين، لكن الصفقة غير قريبة أو الاتفاق غير قريب. لكن طوال هذه العملية كانت إعلانات من هذا النوع هي عبارة عن استعراض عضلات في المفاوضات ولا تعكس الحقيقة. هناك رغبة قوية من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أن الاتفاق سنتوصل إليه، لكن لا نعلم متى. قيل لنا أن الأحد هو المهلة النهائية للقرار، لكن أنا أتردد في تصديق ذلك، ولا أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق قبل الموعد المفروض ذاتيا. فهذه المهلة النهائية لا قيمة لها على ما يبدو في المفاوضات، وبناء على ذلك فإنه إذا تراجعت قيمة الاسترليني خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسأشتري الاسترليني عند الانخفاض، لأنني أعلم أن هناك 24 يوما قبل نهاية المهلة النهائية. الصبر مفتاح الفرج، لابد من انتظار التطورات، والمهلة النهائية في نهاية 2020 هي العامل الأساسي، وكلما اقتربنا من هذه المهلة النهائية كلما كانت الأسواق ستحتسب الخروج دون اتفاق، وهنا يجب الانتباه إلى هذه النقطة. طب دعنا نعود مارك إلى اليورو واجتماع البنك المركزي الأوروبي وما تحدثت به كريستين لاغارد ورد فعل اليورو بالارتفاع، كيف تفسر ذلك؟ اليورو كان يرتفع بعد تعليقات كريستين لاغارد التي تحدثت عن مستهدفات التضخم، لكن يجب أن نعتبر أن الأمر مرتبط بضعف الدولار، ونحن أمام تقلب كبير في السوق، وهناك عدة أسباب لذلك. فكما قلت لاغارد تحدث، وهناك التحفيز، وهناك رزمة المشتريات، واحتمال التضخم والارتفاع عن 2%، وهناك تطورات البريكزيت، كل هذه العوامل مجتمعة. طيب مارك، أشارت إلى ضعف الدولار، وبالفعل يعني ضعف الدولار كان قد أثر على جميع العملات الرئيسية أو حتى أسواق الناشئة. ما الذي سيوقف ضعف هذا الدولار برأيك؟ الدولار سيكون صعبا، فكان الدولار ملاذا آمنا طوال الجائحة، وكان مقياس الخوف إلى جانب فيكس، ومع ارتفاع الطلب على الدولار رأينا حالة من عدم اليقين، لكن مع انتشار اللقاحات فجاذبية الملاذ الآمن إلى الدولار ستضعف وستستمر في الضعف، مع تزايد الاستقرار ومع تحسن الوضع الاقتصادي ولا سيما في أمريكا. طيب مارك، أيضا سؤال أخير، هل تتوقع أي شيء جديد من قبل البنك المركزي أو الفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم؟ لا أعتقد أننا سنرى أي تغيير مع نهاية العام من الفيدرالي. هم يدركون ضعف السيولة في السوق، والفيدرالي لن يغير رأيه. هناك تركيز على التحفيز المالي في السوق والمفاوضات الجارية، والسؤال هو ما حجم حزمة التحفيز. أعتقد
أن الفيدرالي لن يغير موقفه مع اقتراب نهاية العام. شكرا لك مارك لي محلل أسواق مالية في إيكويتي.